جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: ما حكم التهاون في أداء الأمانة العامة والخاصة حفظكم الله، وخصوصا فيما يتعلق بالأولاد والأسرة في البيت؟ الأمانة حمل ثقيل ويسأل عنها يوم القيامة، من ضيعها يسأل عنها ويطلب منه أداؤها في يوم القيامة. إذا خان فيها وضيعها فإنه يطلب منه أداؤها يوم القيامة، وهو لا يستطيع ذلك، زيادة في تعذيبه والعياذ بالله. وعلى من اؤتمن على شيء أن يؤدي الأمانة، قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وفي القرآن الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الذين ائتمنوكم عليها، سواء ائتمنك ولي الأمر على عمل من الأعمال أو وظيفة من الوظائف تؤدي عملها، أو ائتمنك صاحب مال أو دع عندك مالا يجب عليك أن تحافظ عليه وأن ترده إليه إذا طلبه، أو ائتمنك على سر بينك وبينه تحفظ السر ولا تفشيه. وأعظم الأمانات ما بين العبد وبين ربه من الصلوات والفرائض والواجبات وترك المحرمات. الدين كله أمانة بين العبد وبين ربه، حافظ على دينه. نعم.